السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة. والتريلر اللي هنعمل لها رياكشن في الحلقة دي هي لفيلم سابيربيكان. ده فيلم ما كانش في أولوياتنا في أي مرحلة من المراحل، بس وأنا قاعد شغال في التريلر بتاعة فيلم تور راجناروك لقيت التريلر دي ظهرت فجأة، ولقيت إن ميعاد عرض الفيلم هو نفسه ميعاد عرض فيلم تور راجناروك، فحسيت إن هي علامة يا مارد وقلت أعمل له رياكشن، خصوصا وإن مخرجه وكتاب السيناريو بتوعه وأبطاله ناس كلهم جامدين وأنا شخصيا بحبهم. فانا كده كده كنت محضر القعده وجاهز ومش محتاج احضر كتير قوي لاي شغل متعلق بجورج كلوني او مات ديمون او اوسكار ايزاك او الاخوان كوين او الكلام ده كله، فقلت اشوط في سقف الشبكه على طول. كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره ولا اظن ان في حد شافها اصلا، فيلا بينا نشوفها دلوقتي مع بعض لاول مره. Welcome to Suburbicon, a town of great wonder and excitement. Built with the promise of prosperity for all. الدخلة دي شوية شبه الفيلم بتاع ماكدونالدز The Founder. Megan, you need to get up. There are men in the house. There's something I have to tell you. Those men killed Mom. We've decided it'd be best if your Auntie Margaret came and stayed with us. ده ضلمة شوية، أنا كنت متخيل إن الموضوع هيبقى ضحك في ضحك وخلاص يعني. فرجوا شوية، احنا رايحين لهذه الدرجة؟ انا مش عارف يعني، الموضوع فيه تباين فظيع ما بين الكوميديا وما بين الدموية والسواد. انا يعني تصورت ان احنا في الاخر هنروح لحاجة شبه شغل الكوينز مع جورج كلوني اللي عادة بتبقى عدمية جدا وبتاع، وفرجوا عدمي كل شغل الكوينز عدمي الحقيقة، بس المرة دي فيه سواد قوي في ناحية الضلبة. يعني نكمل. Best for the family. في حاجة تانية ولا خلاص كده؟ أنا بجد من الأول كده. ما علينا. لا حلو، انا زي ما بقول لكم كده يعني الكوينز عملوا شغل تقيل من بعد فرجو. طبعا في شويه حاجات ترو جريت وشويه حاجات تانية كده بريدج اوف سبايز على مستوى السيناريو بتاع، بس ما فيش حاجه كان فيها درجه التباين ما بين الكوميديا وما بين السواد زي ما قلت في نص التريلر. ده يبدو ان في ده يبدو ان في بيرفورمنسز، في اداء، في شغل من مات ديمون بالتحديد. والكوميديا موجوده ونسبه الهيافه دي موجوده. لا انا انبسطت جدا من التريلر دي. خلوني برضو ايه اقعد افصص جواها شوية افهم ايه العلاقة، لاني بصراحة تهت شوية في نص التريلر ونلقط زي ما بنعمل في كل مرة. من الواضح طبعا اننا بنتكلم في زمن بعيد شوية، الستينات شكلها
صعبة السبعينات دي، خمسينات ستينات يعني، في عملية اقتحام ومات ديمون بيتعامل معاها بطريقة غريبة شوية. هنا الدنيا زي ما بقول لكم كده بتسود شوية، لأن مراته أم الولد اتقتلت. جوليان مور بتدخل على الخط، أخته تقريبا أو أخت مراته أونتي دي تمشي في السكتين، بيتم استدعائه عشان يتعرف عليهم من لاين أب لمجرمين. لغاية المرحلة دي أنا كنت فاهم اللخبطة عندي بتحصل بعد ده على طول، تمام. يبقى زي ما أنا حسيت طريقة التعامل بتاعته مع الناس اللي مقتحمين بيته دول مش عادية، لأن هو نفسه مش بريء، هو ليه صلة بالمافيا بالعصابة، وده سبب وجودهم في المكان ده اللي أدى في النهاية لأنهم يقتلوا مراته. طبعا مش محتاج أفكر الناس اللي فاكرة بقى بأن أبعاد الشخصية دي قريبة جدا من الشخصية اللي أداها مات ديمون نفسه في فيلم ذا انفورمنت، كان برضو شخص بيتعامل بطريقة غريبة شوية، وبعدين بنكتشف أنه شخصيا مش بريء. أوكي، ودرجة التهديد بتوصل لابنه، هو بيقول له دي آخر مرة هيتجاهلنا فيها، فتيك كير أوف هيز كيد، هما متسلطين أن هما يموتوا له ابنه. فابتدى يفايت باك الراجل اللي راح له بيته ده، هو موته وموت التاني. والغريب بقى ان انت تبقى بتحكي قصه سوداويه بالشكل ده ومع ذلك في كوميديا بالمنظر ده في الفيلم. وبتدخل شخصيه اوسكار ايزك، برضه مبعوث من الموب من المافيا وعاوز بقى حقهم بالكامل. والدنيا بقت تهديد وتهديد متبادل، بقت قط وفار. يا جماعه البريمس ده عظيم جدا، ومن الواضح حتى من اسم الفيلم ان الاهميه مش كلها على القصه بتاعتنا بالشخصيات دول، هي الفكره على اللي ممكن تعمله حادثه زي دي في حي في سابرب، المفترض ان هو حاجة هادية بتاعت ناس معاهم فلوس ومستقرين وحياة عائلية وحاجات زي كده. هو يا جدعان دي انفورمنت لو بيعملوه الكوينز من اخراج جورج كلوني، هو المشهد ده بيقول كده. انا مبسوط جدا من التريلر، ومبسوط اني حاسس ان ناس كتير بتستعيد الفورمة بتاعتها في الفيلم ده، لان جورج كلوني بقاله كتير جدا بيترنح سواء على مستوى التمثيل او حتى على مستوى الاخراج. اخر حاجة محترمة عملها كان The Ides of March، بعد كده دخل في حاجات صعبة جدا. الكوينز مش هقول ان هم سيئين، لان هم كتبوا Bridge of Spies، هم في الفيلم ده على فكرة كاتبين السيناريو بس مش بيخرجوا ولا حاجة، بس فورمة فارجو يا جماعة دي ده موضوع كبير قوي يعني لو هنستعيده فعلا. مات ديمون برضو بيترنح، هو ترنح لفترة طويلة وبعدين عمل ذا مارشن وبعده ترنح برضو مش عارف يعمل حاجة كويسة. يمكن الاسم الوحيد في الناس دول كلهم اللي ممكن تاخده كختم جودة هو أوسكار آيزك، لأنه هو حاليا يعني ما بين الأسامي دي كلها وده شيء مفاجئ أسخن اسم، ده الوحيد اللي لغاية دلوقتي مستقبله في صعود. السيناريو مشارك فيه كمان مع الكوين برادرز واحد اسمه جرانت هيسلوف، ده من الناس اللي بيتعاملوا مع جورج كلوني كتير، تعامل معه في حاجات مش كويسة وتعامل معه في حاجات كويسة. فأنا لو حد قال لي فيلم من إخراج جورج كلوني السيناريو بتاعه للكوينز ومعهم واحد كمان أيا كان، يعني بطولة مات ديمون بطولة أوسكار آيزك بطولة جوليان مور بطولة الناس دي كلها، هقول لك 7.5 8 بصراحة، مش هقول أكتر من كده. ولكن بالتريلر العظيمة دي أنا ممكن أوصل معاك لغاية 9، ويفضل واحد بس قلقا من إن الناس دي كلها برضو ممكن تحاول تشوط في الجون وممكن تقلش منهم جدا. نوفمبر يعني موسم جوائز، يعني الفيلم ده عليه رهان كمان. لا أنا مبسوط إني شفت التريلر دي معاك والله يا جماعة. عموما ده ترقبي ودي انطباعاتي ودي درجة ترقبي للفيلم، الأهم من كده رأيكم، عاوزكم تقولوا لي هل الفيلم ده ممكن يرجع الناس دي كلها للأضواء اللي خفتت عنهم ولا لا؟ ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتس، ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، وتابعونا على فيسبوك وسناب شات وتويتر. ولو عاوزين تتعرفوا على أحدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا الشاشة اللي جاية. باي باي.